بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة وسمتك وفيديو جديد. لا شك أنكم لاحظتم هذه النافذة الزرقاء هنا. هذه النافذة تتعلق بإضافة في كروم، يمكن استعمالها في موقع يوتيوب. هذه الإضافة تمكنكم من التعرف على بعض الإحصائيات التي تخص قناتكم في يوتيوب، أو فيديوهاتكم التي تنشرونها في يوتيوب، أو فيديوهات الآخرين وقنوات الآخرين. هذه النافذة مثلا تمنحنا إحصائيات حول القناة، حول ساعات مشاهدة القناة. هنا لدينا هنا هذه القائمة مثلا، فلو ضغطنا عليها ستظهر لنا فيديوهات الأكثر مشاهدة. مثلا هذا الفيديو شوهد أكثر من 23,000 مرة في الساعة الواحدة. نخرج من هذه الصفحة ثم نعود إلى هنا. أما وإذا فتحنا هذا العنوان مثلا عن سبيكتر دوموكلي، الذي يمكنه ترجمته إلى مفتش الكلمات المفتاحية، أضغط علينا هنا، يمكن كتابة أي كلمة مفتاحية لنتعرف على الكلمات الأكثر التي يبحث عنها رواد شبكة العنكبوتية. مثلا نكتب كلمة كورونا، عافانا وعفاكم الله منه، ثم أوبتونير دي ريزولتا، الحصول على النتائج. ثم تظهر لنا قائمة الكلمات التي يكتبها رواد، أو التي يبحث عنها رواد الشبكة العنكبوتية: كورونا، فيروس كورونا، طرق علاج كورونا، أعراض فيروس كورونا. وإذا أردتم المزيد من المعلومات يمكن الضغط هنا على النسخة، هذه النسخة VADIQ، هذه نسخة غير مجانية، تطلب دفع أموال مالية مقابل الحصول على خدماتها. مثلا نضغط عليها مثلا لنشاهد. هنا لدينا خدمات VADIQ غير المجانية، وهنا لدينا هنا 10 دولارات في الشهر، وهنا 49 دولار في الشهر للقناة الواحدة، وهنا 499 دولار للشهر. ونحن هنا في هذا الفيديو لا ننصح بالانخراط في أو الاشتراك في إضافة VADIQ التي تطلب منكم دفع بعض الأموال، بل الاقتصار على ما تقدمه هذه الإضافة من خدمات مجانية، فهي كافية جدا لكم لتتعرفوا على الإحصائيات الخاصة بقناتكم وبقنوات الآخرين وفيديوهاتكم وفيديوهات الآخرين في يوتيوب. نغلق هذه النافذة، وباقي العناوين هنا تقدمها إضافة VADIQ مقابل بعض الأموال، مثلا كونكورون للتعرف على القنوات المنافسة. وكما قلت أنصحكم بالاكتفاء بالخدمات المجانية التي تقدمها هذه الإضافة. هنا تظهر لكم هذه الإضافة عندما تقومون بإضافتها إلى يوتيوب، وفي آخر هذا الفيديو سأريكم كيف يمكن إضافة هذه الإضافة. هذه هي نافذة هذه الإضافة VADIQ Basic. كما قلت، خدمات المجانية لهذه الإضافة كافية للتعرف على الإحصائيات التي تتعلق بقناتكم وبفيديوهاتكم. مثلا لو ضغطنا على هذا الفيديو، أي فيديو مثلا، نضغط على هذا الفيديو مثلا، هنا إضافة VADIQ توضح لنا الإحصائيات الخاصة بهذا الفيديو. لدينا هنا تنقيط هذه الإضافة على
الفيديو هنا، هذا الفيديو حصل على 12.5 عدد المشاهدات 18، وهنا عدد الدقائق الفيديو 11.55، وهنا عدد اللايكات والديسلايكات. هنا في هذه النافذة تطور عدد المشاهدات في هذا الفيديو، وفي هذه الخانة إحصائيات تتعلق بالقناة، هنا اهتمامات القناة، هنا تاغز دولاشين الكلمات المفتاحية للقناة. إذن هذه هي بعض الإحصائيات التي تتعلق بهذا الفيديو، ويمكنك ذلك معرفة إحصائيات فيديوهات أخرى، مثلا هذا الفيديو لو ضغطنا عليه سيعطينا إحصائيات. وهنا عدد هنا تنقيط فيداي كيو 655.6/100، هنا عدد المشاهدات حسب الساعة، وهنا عدد المشاهدين، هنا كم من الوقت يستغرق هذا الفيديو 1 دقيقة و11 ثانية، هنا تنقيط الفيديو من حيث اللايكات والديسلايكات. هذا الفيديو متوسط لأنه حصل على عدد لا يستهان به من الديسلايكات، لذا فإنه نقط بمتوسط ولم ينقط بجود أو جريت. وهنا لدينا إحصائيات تتعلق بهذه القناة، هنا لدينا كلمات المفتاحية التي وضعتها القناة، هنا هذه الكلمات المفتاحية يمكن أن تفيدكم إذا كانت لديكم قناة مشابهة. فمثلا لو أنكم نشرتم فيديو يتحدث عن كورونا، فلكي يظهر في المراتب الأولى كما ظهر هذا الفيديو للقناة العربية في المراتب الأولى، نقوم بالتعرف على الكلمات المفتاحية التي توجد في هذا الفيديو، لأن المشاهدات كما تلاحظون قريبة من 2 مليون مشاهدة. نقوم بالضغط على هذا الفيديو لنتعرف على الكلمات المفتاحية. نأتي إلى هنا قليلا، بإمكاننا أن ننقل هذه الكلمات المفتاحية ثم نضعها في خانة الكلمات المفتاحية في الفيديو الذي ننشره، ولكن شريطة أن يكون هذا الفيديو له صلة بالموضوع الذي يتناول هذا الفيديو، وبذلك سيكون هناك احتمال كبير على أن الفيديو الذي تنشرونه قد يظهر في المراتب الأولى، لأن كلماته المفتاحية هي نفسها الكلمات المفتاحية التي توجد بالفيديو الذي يحتل المراتب الأولى في الظهور في قائمة الفيديوهات التي يقترحها عليك موقع يوتيوب. إذن كما قلت أنصحكم بالاكتفاء بالخدمات المجانية التي تقدمها هذه الإضافة على كروم المتعلقة بيوتيوب، ولنعرف إحصائيات كثيرة حول قناتنا وفيديوهاتنا وفيديوهات الآخرين. كما أنصحكم بعدم تثبيت هذه الإضافة، إضافة فيداي كيو على كروم المتعلقة بيوتيوب، تثبيتها على قناتكم أو حسابكم، لأن هذا سيضر كثيرا بحسابكم ولن ينفعكم في أي شيء. فمثلا لو ضغطتم على هذه الأيقونة، أيقونة فيداي كيو لتثبيت هذه الإضافة، ستظهر لنا هذه الصفحة، صفحة تدعوكم إلى تثبيت إضافة فيداي كيو على قناتكم. فمثلا لو ضغطنا على هذه النافذة، وهنا تظهر صفحة أخرى تدعوكم إلى اختيار تثبيت فيداي كيو عبر حسابكم أو عبر قنواتكم الخاصة بكم.
فمثلا لو ضغطنا على أي منها، مثلا نضغط على الحساب، ستظهر لنا قائمة من الشروط، شروط التثبيت هذه شروط تعجيزية ولا طائل منها، لأنها تدخل في خصوصياتك. فمثلا لو ضغطنا هنا على أوتوريزي أو أوثورايز أو التمكين أو السماح بتثبيت أو الموافقة بتثبيت هذه الإضافة على قناتك في يوتيوب أو حسابك، فإنك بذلك قد وافقت على الشروط المطلوبة. والشرط الأول شرط تعجيزي، وهذه الشروط كلها تعجيزية ولا طائل منها. فمثلا في هذا الشرط الأول يقولون أن ممكن لهذه الإضافة أن تنشر أو تغير أو تمحو بصفة نهائية كل الفيديوهات أو الملاحظات أو التعليقات، كما يمكن لها أن تنشر المعلومات الخاصة بقناتك على يوتيوب، كما أنها يمكنها هنا أن تتحكم في الفيديوهات التي تنشر على يوتيوب. هنا يمكن لهذه الخاصية أن تنشر أو تعلن عن حسابك الخاص على اليوتيوب. هنا يمكن لها أن تنشر الإحصائيات المتعلقة بما تنشره في يوتيوب. هنا يمكن لها التحكم في حسابك على يوتيوب، وإلى غير ذلك من الشروط التي لا طائلة منها ولا فائدة منها. إذن أحسن ما يمكن فعله هو الخروج من هذه النافذة وعدم تثبيت هذه الخاصية. أما طريقة إضافة هذه الإضافة على يوتيوب فهي طريقة سهلة، ما عليكم إلا فتح محرك البحث ثم كتابة vidIQ Chrome، هنا مكتوبة مسبقا، نضغط عليها ثم يظهر لنا هذا الرابط. نفتح هذا الموقع فتظهر لنا هذه الصفحة الخاصة بكروم، وهي خاصة بالإضافات على الإضافات أو ما يسمى بالفرنسية extension أو بالإنجليزية extensions، إضافات على كروم. ستظهر لكم إذن هذه النافذة، وإذا كانت الصفحة التي فتحتموها بالإنجليزية ستجدون هنا add to Chrome، يعني أضف إلى كروم، أو بالفرنسية أجوتي à Chrome. هنا لدي بالفرنسية مكتوب بالفرنسية supprimer de Chrome، هذا يعني أن لدي هذه الإضافة. وبالنسبة لكم إذا لم تكن لكم هذه الإضافة ستظهر هنا add to Chrome أو أجوتي à Chrome أو أضف إلى كروم، ستضغط هنا عليها ثم ستضاف لكم هذه الإضافة وتظهر هنا، وسيطلب منكم بعد ذلك التسجيل في حساب vidIQ لكي تتمكنوا من استفادة من الخدمات التي تقدمها للإضافة. إذن نعم، ستقومون بالتسجيل في هذه الإضافة عن طريق الإيميل والباسورد، وبعد ذلك ستظهر لكم هذه الإضافة كما هنا عندي، ستظهر هنا بالأزرق، وستظهر لكم هذه النافذة هنا على اليمين هنا في هذا المكان. أنا بصدد إضافة أخرى تسمى تيوب بودي، هذه إضافة جديدة تيوب بودي وهي مماثلة لفيدايQ، قد أضفتها إلى كروم ولكن لم أفتح بها حساب بعد. فلو ضغطت عليها هنا سيطلب مني لكي أضيف هذه الإضافة الموافقة على شروط إضافة هذه الإضافة وفتح حساب في هذه الإضافة عن طريق حساب يوتيوب أو حساب آخر.
ولن أقوم بالموافقة على شروط إضافها للإضافة إلا بعد قراءتي لهذه الشروط، وعادة لا أقوم بالموافقة على أي شيء حتى أقوم بالقراءة شروط الموافقة. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.